اعطينا المشهد الاتحادي كيف انت شايفه؟ مطمئن الجمهور مبالغ في القلق ولا معاهم حق؟ والله عنوان المشهد ارفع لي صوتك لان انت ظاهر انك واقف على الاستوديو القديم ترك بعيد وارفع لي صوتك تكفى الله يخليك. طبعا عنوان المشهد الاتحادي انه عمل لم يكتمل حتى الان. الاتحاد البطل واحنا في نقله نوعيه طبعا مع الكره السعوديه ومع انديه الصندوق الاستثمارات العامه ونادي الاتحاد واحد من هذه الانديه. العمل اكتمل في كل هذه الانديه ما عدا في نادي الاتحاد رغم انه كان اول من بادر بالصفقات النوعيه العالميه الكبيره وبعدها دخل في فترة سبات كبير. الأمور أصبحت ما هي واضحة. وعشان نكون أمينين في رفع جودة في نادي الاتحاد في منطقة العمق الهجومي في منطقة المحور في خلل كبير في الدفاع في خلل كبير في تركيبة الاتحاد من ناحية الأجنحة والانتقال إلى مستوى آخر مع الدعم الكبير. لما تيجي تقارن بقية الأندية طبعا النصر رونالدو كمل 7 لاعبين الهلال ميشيل وكمل 7 لاعبين الأهلي 8 لاعبين الاتحاد 4 وتفرق الدم بين القبائل. ما حد عارف في المشهد الاتحادي أو ما في مصدر رسمي يتكلم يقول المشكلة فين. هل هي من المدرب؟ هل هي من الإدارة؟ هل هي من الصندوق؟ لا شوف بقولك شغلة معلش من الصندوق 100% ما في مشكلة لأنه الجماعة قاعدين بالضبط يعني قاعدين يفاوضون للحين. لا مو كذا الأندية يعني أصلا الصندوق ما قال الاتحاد لا احنا قاعدين نسمع اخبار انه الاتحاد يفاوض الصندوق صلاح معناته انه الصندوق ما عنده مشكله ما هو يا المدرب يا الاداره ما عليه اي ملام الصندوق لانه عندنا تجارب الثلاث الانديه الباقيه اكتملت. فواضح انه المشكله في نادي الاتحاد. ايش هي المشكله في نادي الاتحاد؟ ما حد عارف وهذه من نوع من النوع المشاكل اللي تراكمية من أول بنفس الطريقة أنه ما في تواصل مع الجمهور ما في سياسة واضحة ما في استراتيجية واضحة. إيش كان هدفك يعني تقريبا 100 يوم إلا 100 يوم وشوية من ما أصيب حجازي أصيب في يمكن 27 أو 28 شهر 5 إحنا اليوم كم يعني عدينا 100 يوم وإلى الآن الصفقة اللي نقدر نقول حاجة ماسة ما هي رفاهية. صفقة صلاح هذه صفقة للدوري السعودي صفقة إعلامية صفقة عالمية كبيرة ممكن تدعمك وترفعك لمستوى آخر. لكن الدفاع حاجة ملحة اليوم. معقول السوق اللي مفتوح أمامك أوروبا سوق أوروبا وكامل الأندية والصندوق عندك قاعد يفاوض تعتقد أنه الإدارة الاتحادية كانت تفكر في عودة حجازي وكانت تبغى حل بديل حتى يعود حجازي بالإصابة لأنه كمان هذا واحد من التفسيرات اللي موجودة؟ والله إحنا عندنا 1000 متحدث رسمي في نادي الاتحاد. انت ايش شايف؟ خليني من المتحدثين لانه ما في كلام رسمي. ما في كلام رسمي، المشكلة انه في نادي الاتحاد تسمع الاشاعات قبلها بشهر عشان تديك ايش اللي حيصير خلال الشهر الجاي. انت شايف انه الادارة او المدرب حاطين خططهم على عودة حجازي عشان كذا ما بذلوا مجهود في قلب الدفاع اجنبي؟ تشوف كذا ولا لا؟ لا ما اشوف كذا، اشوف انه في تقصير كبير جدا من الادارة. واضح ان الفريق اكتمل 8 لاعبين و9 لاعبين بوجود طارق حامد وحطوه على جنب والان راح وقع مع نادي ضمك. لكن وعندك 8 لاعبين في حكايه انه حجازي له خانه محجوزه ما في، عندك 8 لاعبين موجودين على الميدان. مين اللي يمشي؟ مو واضح. ايش استراتيجيه الاداره؟ مش واضح. هل انت تبغى تحتفظ يعني بالعسكر القديم وتواصل معاه الحرب؟ مش واضح. احنا عارفين استراتيجية صندوق الاستثمارات يبغى يرفع القيمة السوقية لكل نادي إلى حد معين. انت بوضعك الحالي قيمتك السوقية تعتبر الأقل ويمكن تقارن بأندية 5 و6 الدوري، ما تتقارن مع أندية الصندوق. السبب انه ترى ممكن صفقة زي صلاح تعمل وزن كبير جدا لو تمت، لكن انت احتياجاتك أجنحة مع